أسباب المشاركة، أولاً الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي للبلد وصل إلى مرحلة خطيرة جداً تستدعي تغيير المنظومة القائمة في سوريا. وكما في أي دولة في العالم، عندما يكون الوضع الداخلي وضع مستقر، وضع قوي، وضع قائم على اقتصاد متين، على موقف من الوطن متين، لا يمكن لأي قوة خارجية مهما كبرت ومهما تعددت أن تنتصر على هذا الوطن. نحن سلمنا مقدراتنا للخارج عندما سلمنا اقتصادنا للفاسدين. سأستشهد بكلمة لعمر بن عبد العزيز عندما طلب منه آل حمص أن يرسل له أموال لتسوير مدينة حمص، قال له: سور مدينتك بالعدل. نحن لم نصور بالعدل. أنا كنت أعمل في شركة المغازل والنسيج بدمشق عندما قامت الحركة التصحيحية. خرجنا وقتها لنطالب ليس بالسلطة، إنما لنطالب بالحفاظ على مكاسبنا. حاليا القطاع العام كله دمر بكل أشكاله، الصناعة دمرت، الزراعة دمرت، أصبحنا دولة نعيش على الخارج ونقول عن أنفسنا بأننا صامدون. على ماذا صامدون؟ يتحكم فينا أي إنسان من الخارج. على هذا الأساس كثير من المقالات أو المقولات التي نسمعها كل يوم هي مقولات غير صحيحة وغير دقيقة. لا يمكن لوطن أن يعيش إذا لم ينتج قوت عياله. أنا عندي مجموعة من الأبناء باختصاصات عليا كلهم خارج الوطن. لماذا؟ لم أعلمهم للخارج، علمتهم للداخل. لماذا أوصلتمونا إلى هذا الحد؟ لماذا؟ هذا سؤال محدد. على هل أقول وأكرر، هذه السلطة أصبحت غير قادرة لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الاقتصادية أن تعيد ترميم الوطن. الوطن بحاجة إلى ناس آخرين تماماً. أنا لن أتدخل بالكلمات التي تستهدف فلان أو علان. أنا أتكلم عن نظام قائم. هذا النظام سلم البلد إلى الفاسدين، إلى مجموعة من الاحتكاريين، إلى برجوازية دمرت كل شيء كي تستورد كل شيء. هذا الوطن لا يمكن إلا إذا عاد إلى ما كان عليه، ونرجو ذلك. شرط العودة هو الذي وضعني في هذه الساحرة. شرط العودة خروج هذا النظام عن الخط واستبداله بنظام وطني ديمقراطي ذو رؤية